متحدثنا القادم، بتعرفوا مين أول شركة عربية نزلت على ناسداك؟ كيفيش إيش هي؟ أوكي، أرامكس. والوحيدة، أوكي، الوحيدة نزلت على ناسداك. بقى حدش مستدعي عيد الغلطة. أوكي، في معانا إياد كمال اللي هو السي او تبع أرامكس، قضى زي ما بحكي لي 20 سنة في أرامكس، يعني هو من الرعيل الأول. أي سؤال رح تسألوه مش مفروض ما يكونش عارفه عن أرامكس، خلص من الرعيل الأول خنقول. وإجا علينا حامل صندوق هدية من أمازون، لاحظت طبعاً فاضي الصندوق ما تدفعله شيء كثير. بس خلنا نسمع هلأ برزنتيشن من إياد كمال، وعن هو صديق عزيز من فترة وقرابة باي ذا واي أو بلديات، فديروا بالكم عليه. إياد، نرحب بإياد على الستيج. أنا متعود أن أمشي لما أعمل برزنتيشن. فمساء الخير، راح أضل أمشي لما أنا عم بعمل برزنتيشن، متعود أن أمشي ما بوقف محل واحد. طبعاً كل ما أروح محل حتلاقي معي كرتون، أنا عايش بين الكراتين والشحنات. فراح كثير عن موضوع الشحنات. هلا مع داخل اذنكم كمان في كثير من الحكي راح احكي بالانجليزي، فلا تاخذوني اذا حكيت كثير بالانجليزي. خليني اسالك اكمل سؤال اول. مين هون عمره اشترى فروم ويب سايت اونلاين ويب سايت؟ فيري جود. مين هون اون ذا اي كوميرس سايت او بيشتغل باي كوميرس سايت؟ اوكي. How many? Oh, that's good. How many people have been able to do an e-commerce site? Maybe you've got online. Is this a dream? Would you like to set up an e-commerce site? Yeah, come on. Very good. How many here know what to do to set up an e-commerce site? So اللي حكوا هلا جاوا إنه حابين يعمل e-commerce site. في أحد بتعرف شو رايز شو لازم يعملوا؟ اثنان طلاب كثير. Good. So that means that إنه في فرق بالpresentation تبع إن شاء الله. هلا بيسكلي عم نطاق، انا راح احكي بيوري لوجيستكس، راح احكي عن شحنات، عن جمارك، عن مناطق حره، عن مشاكل الزباين. اوكي، فتحملوها. في شيء بالاي كوميرس باللوجيستكس اسمه فرونت اند فولفيلمنت. كل شيء بيصير على الويب سايت از كولد فرونت اند فولفيلمنت. الكاتالوجينج، السلكشن اوف كلرز، اللوك اند فيل تبع الويب سايت، up to the buy now button. لما يكبس واحد buy now, everything after that بنسميه نحن back end fulfillment. And this is where Aramex gets involved. We handle the back end fulfillment. الوقت ما تيجينا order من a website up to delivery and measuring the service of that package. Okay? فأنا راح أحكي a lot on the back end fulfillment. By the way, هلا وأنا قاعد قلت بدي أحاول أترجم back end fulfillment بالعربي شو معناته. فقلت هون back يعني ظهر. And آخر فولفيلمنت، ما عرفتش فولفيلمنت كلمة كاملة، قلت فول مليان، فيل معبى ومن نعنع. فعشان هيك أنا بحكي بالإنجليزي. هلا في فرق بين في شيء اسمه traditional commerce و e-commerce. traditional commerce راح أعطي إكزامبل على سمارت باي هون كلنا بنعرفه بالأردن، أو مثلا زي اس تي اس اللي هو وكيل مثلا ديل كمبيوترز بالأردن، وامازون.com اللي كلهم نعرفها، او سوق او جب او السكر او كل الويب سايتس اللي على العربي. هلا شو الفرق بين الترديشنال كوميرس والاي كوميرس؟ اولا الترديشنال كوميرس اتس ان بلك الشحنات، يعني بتلاقي لما تروح على اس تي اس او بتروح على سمارت باي، لما تدخل البضاعه تدخل بكراتين بفلتات، بكون في بلف عليه 30 لابتوب، بكون في بلف ثاني عليه مثلا ال سي ديز، فذي باي ان بلك. ان e-commerce logistics كلها ايش؟ packages parcels. okay, this is يعني تيجي شحنات كبيره طبعا، بس the majority of the packages in e-commerce you're talking about small size parcels. another important difference, demand side is push. بتلاقي هون مثلا بالعالم العربي بكل العالم، لما HP بامريكا بدها تبيع بضاعه للديستريبيوترز بالعالم العربي
هم they push the volume to them. يعني ما بستنوا والله الوكيل اللي قاعد هون بعمان يحكي معي له والله بعت لي 30 حبة. هو he pushes 30 بقول لك عايز بتبي إذا أنت بدك تكون وكيل لي أو distributor you have to sell a certain amount of products and خد هاي 50 حبة وبيعهم. So it's all push. بال e-commerce logistics it's all pull. Amazon قاعدين بستنوا. أوكي عم استنوا أنا وأنتوا السوق نفس الشيء كل الويب سايتس عم استنوا الزبائن يدخلوا على .com and to buy these products. So it's a pull process versus push. The average order in traditional commerce is $1,000 and more. بال e-commerce it's $100. اللي بيستعمل في حدا منكم هون بيستعمل Shopmanship. Shopmanship تعرف عن Shopmanship basically it's a service عليها بالعربيX. لنسهل الناس نسهل على الناس يشتري من أمريكا بدل بيش حلو إنترناشنال بيش حلو لدالس بأمريكا بنيويورك من نيويورك بيش حلو للزبون بنسلم ببيته بالي بالشوبن شيب كمان this is by the way Forrester research مش العادي هذا الحكي بس كمان إذا طلع أرقام الشوبن شيب the average value per order with e-commerce is less than $100 okay if you look at the destinations are concentrated with bulk يعني بيجي يقول لك السوق is already مهم جدا بتلاقي كل هالبضاعة موجودة بالسعودية بس لما تيجي تطلع على الإيكوميرس highly dispersed ما بتعرف راح يجيك الطلبية في احتمال يجيك أوردر بواحد قاعد بأوتيل بالعقبة أو واحد قاعد بزرع أو واحد قاعد بعمان غربية أو بالشرقية ما فيش شي destination معينة بالإيكوميرس you can get an order from anywhere in the world finally demand is stable consistent خلاص عنده الـ HP بده يبيع 100,000 كمبيوتر بالسنة let's say بعرف انه لازم يبيع 100,000 هاي التارجت تبعه هلا كيف ببيعهم بزت على الديستريبيوتر خليه يبيعهم اوكي بالاي كوميرس اتس هايلي سيزونال يعني عندنا كريسماس عندنا نيوز عندنا الاعياد عندنا باك تو سكول عندنا بينزل الايباد الجديد مثلا او الايفون 4S لما نزل اوتوماتيكلي بتلاقي الاي كوميرس بوم بامازون بوم بابل سو اتس فيري سيزونال اوكي سو ذس از ا ميجر ديفرنس بيتوين تراديشنال اي كوميرس اند The traditional sorry logistics and e-commerce logistics. هلا هون عندي جبت هاي الكرتونة باي نفس الكرتونة هاي. Okay, this is an order that I made from Amazon. Okay, through Shopmanship. بس أعطيكم فكرة هي الشحنة هاي طلبتها وصلتني بأربعة أيام. Okay, زي ما حكى وسام it's a pickup from point A to delivery to point B, but it's a very complicated process. بس I'm going to go through steps. هاي الشحنة اللي وصلتني بأربعة أيام. كيف وصلتني؟ أول شيء شو عملت أنا؟ I placed an order on Amazon.com. دخلت Amazon.com وكنت أشتري كنت أشتري actually accessory للآيباد تبعي. حقه يمكن شيء في $35. دخلت Amazon.com. As soon as I placed the order, شو جاني؟ جاني إيميل بقول له thank you for your order. We're going to ship it on UPS. UPS شركة شاحنة بأمريكا من أكبر شركة بأمريكا domestic. بيشحنوا 15 مليون package بالنهار. Okay, within the US بس بأمريكا هذا. 15 مليون باكجز داي اجوا بقولوا لي رح تيجي الشحنه هاي رح توصل لك على الادرس تبعك بنيويورك بعد بكره اوفر نايت سيرفيس ورح تكلفك هالقد جيت حطيت الكريدت كارد دفعت اجاني هالايميل شو بيصير بعديها تيجي يو بي اس بتروح تعمل بيك اب لهالشحنه هاي من وين في فولفيلمنت سنتر لامازون بمنطقه بكنتاكي اكبر ويرهاوس لامازون بامريكا بكنتاكي بيجي يو بي اس عملوا بيك اب لهالشحنه And they ship it overnight. They didn't ship it to Aramex. They didn't ship it immediately to Aramex. وين بتروح الشحنة؟ بتروح على الهب تبع UPS. كل الشحنات أمريكا بيعمل بيك اب UPS بكل أمريكا بيشحنوها على one hub. وين هذا الهب؟ موجود بأتلانتا. فراحت الشحنة أتلانتا. Let's say يوم اثنين وصلت أتلانتا يوم اثنين بالليل. وين بتوصل؟ بيشحنوها على وين JFK على الأدرس تبع بنيويورك. وصلت JFK. أول ما تدخل الشحنة عندنا على JFK we scan it. إنه هاي الشحنة وصلتنا بناخذ الويت تبع الشحنة ناخذ الفوليوم ويت تبع الشحنة and we take a picture of the goods يعني نحن عنا يعني بتدخل على الشحنة تبعت على aramex.com بتشوف شكل الشحنة نفسها اوكي immediately أول ما وصلت الشحنة عندنا على JFK إجانا إيش إجاني إيميل alert إنه يا إياد هاي الشحنة وصلت عندنا على JFK من أمازون وهاي الكونتنتس تبعها ووزنها كذا رح توصل عندك بهذا التاريخ وصلت الجي اف كي يعني هلا وصلت امريكا بوصلنا وين وصلنا لوين لعمان ما بتطير مباشره في كثير ناس بفكروا كثير ناس بيحكوا معي زباين بقول يا اخي عندي شحنه بامريكا من جي اف كي في طياره ملكيه طالعه اليوم طلع لي اياها
يا اخي بس مش هيك شو بده يعني نحن عندنا اوبريشنز في دايركت في دايركت فايت مش دائما هلا هاي الشحنه بالذات وين راحت راحت يا معلم على وين على دبي اوكي بس كيف توصل على دبي نحن بنطلع بدها تطلع هاي الشحنه بفريتر طياره 747 مع شركه كثير مشهوره بالعالم بننقل معاهم توصل تطير هاي الطياره تطير دايركت على دبي تروح من دبي لبراسلز من براسلز بتغير الطياره اوكي من براسلز بتطير على طياره ثانيه على دبي وصلت الشحنة على دبي لوين ارامكس دبي هاب ارامكس دبي هاب وصلت لعندهم عملوا لها سكان شحنها لوين هون بيجي دور الملكية مع الملكية وصلت لعنا عمان وصلت عندنا على الجمرك شيك عليها شباب الجمرك خلصوا على الشحنة وصلت اوبريشنز بعمان حكوا معي بعثوا لي مسج بيقولوا انه في شحنة لك رقم كذا 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 حضر سو حضر 10 دنانير بدك تدفع حق الشحنة توصل عند الشحنة بعد 4 ايام بالضبط دفعت لهم من الشباب مصاري واخذت الشحنة فبس this is only an example زي ما حكى وسام it's a very complex process طبعا تنسوش تخيلوا كمان قديش نحن dependent على third parties يعني هذا كل الكنترول انا لما توصل الشحنة عندي على دبي كنترول لما توصل عندي عمان كنترول بس let's say بتصير معنا مرات كثيرة الايرلاين بيقول لك والله technical طيارة technical خربانة طيب شو لك نعمل وضاع موجود عليها فهيك بتصير تأخيرات جمرك بقول لك انا طب هاي بدي اعينها الشحنه اوكي ففيها بصير عليها تأخيرات all in 4 days هلا هون this is probably اللي سألت مين بحب يعمل e-commerce business I think these are the key issues that you need to consider when setting up an e-business هلا كاي example جيت قلت خلينا نحن كلنا بهالغرفه هاي شي 400 500 واحد نطلع بويب سايت اسمه allofusheer.com باي ذا واي هاي موجوده على GoDaddy اذا تشتريها حقها 999 اوكي سنه بيجي بالدومين ليتس سي اول اوف اس هون عملنا شركه وقررنا نسميها ويب سايت اي كوميرس سايت allofusheer.com ذا فيرست كويشن اللي نسال حالنا شو بدنا نبيع صح او بيسكلي وات ار بيبل جوينج تو باي جوينج تو جوينج ذس ريافيرمز بسامز نمبرز انه بالشوب اند شيب بزنس تبعنا ذيز ار اكشوال نمبرز عم نحكي على اناليسز على 180 الف زبون مش عم نحكي على اناليسز على 100 الف زبون عم نحكي 180 الف زبون شو بيشتروا هذول الناس هذا بالنص 6 مانث 2011 بيشتروا ابارل اواعي الكترونكس بوكس دي في ديز شوز باجز بين الماجازينز هلا لاحظوا هون الكترونكس باول السنه ما كانت نمبر 2 كانت نمبر 4 ليه لانه بنص السنه الماضيه شو نزل نزل ايباد 2 نزل اللي سوري 4 اس الايفون 4 اس فاوتوماتيكلي بوم ذا بزنس عندنا بالشوب شيب اند وي ستارتد سيلينج مور وي ستارتد شيبينج مور الكترونكس انذر ثينج ذات وي نيد تو كونسيدر يعني نحن بالشكل ده بدنا نقرر يا اخي بيجي بقول لك واحد طب يا عمي انا بدي ابيع بضاعه ماي بروح على شو اسمه المول الجديد تاج بروح على مكة مول بلاقي نفس البضاعة هذا الحكي مش صحيح أول شيء أنت you buy online because of availability and variety ثانياً you can get good bargains online ثالثاً to reaffirm this statement أكبر ماركت لأنه بالشوب شيب هي الكويت وأكبر دولة أو مدينة فيها retail stores بالكويت أوكي فما لها علاقة إنه والله طبعا موجود البضاعة راح بطلع بهالسيارة بشتري من هون هذا الحكي مش صحيح لو في كل محلات الريتيل بالعالم e-commerce still there's a potential for e-commerce in that country. هلا I won't go through this. وسام mentioned this. بس بيكي حكى على 3.5 so our numbers match there. بس the good thing is that offline retail offline you know basically ناس يروح على المحلات يشتري grew by 4% السنة الماضية. Meanwhile online spending grew by 10%. And more than 10%. So online retail is growing in multiples of retail sales. هلا هون بنقرر كمان خلصنا عملنا عرفنا شو البضاعة اللي نبيعها بنقرر لوين نبيع البضاعة هاي. This goes back also to the shop and ship data. Our number one destination is Kuwait. Our number two destination is Saudi, UAE, rest of the GCC, بعدين لبنان. Okay. هلا Another very important point. ما في نجي نقرر نحن نعمل ويب سايت ونقرر والله بدنا نبيع بس بالأردن. خلاص when you're online for the world. Okay. And then if you want to have a successful website, okay, you have to be regional at least. يعني السوق ما في نجي والله بدنا نبيع بس بالأردن. You have to be regional. Because the market potential, by the way, is not in Jordan. للأسف السوق الأردني مش كبير.
اكبر اسواق عنا اياها نحن بالكويت وبالسعوديه ولا ايه. تنسوش كمان الكويت ليه عاد بيجي بسالكم ليش الكويت؟ الكويت لانه البر كابيتا انكم معدل دخل الفرد عالي جدا، انترنت بنتريشن عالي جدا، وكريدت كارد بنتريشن عالي جدا. هذول الثلاثه موجودين معناته في سكسس، يعني سكسس اوف اي كوميرس راح يكون حاصل. اوكي سيم ثينج ابلايز تو سعودي. Another question we need to ask. كيف نوصل الله على زباين؟ بدي أنا let's say بدي عملت ويب سايت، قررنا نيجي نحن بالويب سايت تبعنا نبيع قمصان. طب وين بدي أشتري قمصان؟ بدي أشتري let's say قمصان في عندنا بإيطاليا، بميلان، في عندي سفارة مثلا بالصين. طب بدي أشتري البضاعة، الواحد يدخل أونلاين يشتري البضاعة هاي أونلاين. بشحنه دايركتلي من الصين نسلمه إياه بعمان هون أو بالكويت، ولا نجمع البضاعة نشتريها نحطها مثلا بمنطقة حرة بدبي. من هناك نسينا نوزع. هاي القرارات لازم واحد يفكر فيها، نخزن منطقة الحرة ولا نخزن ندفع جمارك على بضاعة نسينا نسلمها دوميستيكلي. كل هاي الشغلات مهمة نفكر فيها قبل ما نبلش بهالبزنس. هلا this is I think حاطة بالأحمر، I think هاي من أهم النقط اللي لازم واحد يفكر فيها بالأونلاين كوميرس اللي هو الانفنتوري. I think the worst thing that can happen مع الإي كوميرس a buyer يدخل على ويب سايت يقول بدي اشتري مثلا 10 من هدول او 5 من هدول، يدخل يقول له out of stock. If you get the message out of stock you're never going to go back to the website. صح ولا لا؟ بقول لك why should I go back؟ عمرك دخلت على امازون قال لك out of stock؟ ما بعطيك. بقول لك wait. Okay but that is very 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 little يعني doesn't happen often. Okay but the worst case scenario is تدخل على ويب سايت يقول لك out of stock. طب ليه حاطط البضاعة anyway؟ Okay, so this one is important here. لازم يصير في integration between the supplier and the e-commerce site itself, whereby it's always live data. يعني لما تكبس على buy now خمس حبات معناته في خمس حبات and he can deliver to you those five pieces. COD هاي شغلة كمان مهمة. مع إنه عم تكبر الانترنت credit card penetration بالعالم العربي، بس نحن بنعمل fulfillment logistics لسكر ولسوق ولماركت في اي بي ولكثير من الويب سايتس بالعالم العربي. الماجوريتي من البيمنتس عم بتصير اليوم بالعالم العربي كاش اون دليفري. يعني نحن بنسلم الشحنه بنلمحق البضاعه on behalf of the e-commerce site. At least 75% من البيمنتس اللي عم بتصير اونلاين اليوم through COD service. اوكي؟ هلا رح يضل هذا الرقم رح يضل ينزل as credit card penetration goes up. Okay, but this is critical. يعني you cannot today في ويبسايت عم بيطلع بقول I only want to offer a credit card payment. You can do that بس مش شرط تكون very successful لأنه الناس بيحبوا يدفعوا CD. ليه بيحبوا يدفعوا CD؟ لسببين. السبب الأول ما بيحبوا يحطوا الكريدت كارد تبعهم على ويبسايت عربية. للأسف ما بعرف ليش عنده هالشيزوفرينيا. لما تكون ويبسايت عربي بحب يحط الكريدت كارد. أما يروح يشتري من أمازون بأمريكا بنفس الكريدت كارد بيشتري. Okay. So I think it has to be with you know comfort and security with fraud issues. ثانيا الزبون بحب يشوف البضاعة قبل ما يدفعها. فبقول لك خليني اجيبها. اوكي بدي اتاكد. بعدين بس توصل البضاعة بدفعها. اوكي فهي probably هاي عادة عربية مش كويسة فينا بس شو بدنا نعمل. Customs duty الفورمات بلد بحكي فيها كثير هاي القصة بس الجمارك شغلة مهمة كثير لما نيجي نعمل الويب سايت تبعنا. We need to decide. We need to be very transparent. How much duties? يعني إذا جيت بعت هالايتم على ويب سايت، فالزبون بدي أعرف أنا، بدي أعرف الزبون، بدي أعرف تلف جمارك. يعني حق البضاعة هي مثلا 10 دينار، يصفي دافع جمرك قد إيه؟ 50 دينار، بقول لك شو بدي بهالشلوة؟ Okay, so it's very important and this has to be clear على الويب سايت of how much duties is going to be paid. هلا، one of the reasons إنه الإيكوميرس بالخليج عم بيكبر انه الديوتيز بتعرف الجمركيه بالخليج فلات 5% على كل شيء شو ما كان الفاليو 5% ديوتيز. نحن عندنا بتروع الجمرك مينيمم الجمرك يعني كل شيء تحت ال 100 دينار مثلا ما عليه جمرك بس اي شيء بالجمرك مينيمم ضريبه المبيعات المينيمم فعم تحكي عن 19% بلس ديوتيز فعم تحكي عن 35 40% 50%. So this is واحدة العوائق الجروث في الاي كوميرس بالاردن هو الجمارك وتعرف تعرف الجمركيه. كاستمر سيرفيس ما لازم نحكي فيها طبعا ما فيك تعمل ويب سايت بيكون عندك كاستمر سيرفيس لازم تكون على السوشيال ميديا على تويتر وعلى فيسبوك لازم تبهدل من الزباين ليل نهار على السيرفيس اتس نورمال. اوكي نحن وير فيري اكتف اللي بتابعنا على تويتر
You keep on getting complaints. بالعكس, complaints are good things to happen. Good things are. You can get a lot of ideas. في كثير ideas عند الارامكس that were with the, with that we listened to the customer and we started taking actions and eventually we fixed a lot of operation issues. Returns management. ما فينا نعمل website نبيع بضاعة ونقول للزبون إذا ما عجبك البضاعة ما فيك ترجعها. واحدة من الشغلات عم بقرأ research هذيك اليوم إنه بأمريكا one of the reasons why people would buy from a certain product on a website is because they have a proper and good return policy. فشو بيصير بأمريكا؟ بيجي مثلاً في مثلاً website زي JCPenney بيجي شخص ما بيشتري قميص واحد بيشتري زي هذا القميص ثلاث أحجام بيجيبهم بأيس اللي بصمت عليه بياخده واثنين برجعهم ما بدفعهم لا بدفع حق البضاعة ولا بدفع حق return service. Okay. فبال e-commerce you have to have a very good return policy. Packaging طبعاً. Packaging is very important. Packaging مش مشان البراندنج. يعني حلو يكون أمازون هون وكذا وهيك. بس packaging for durability. يعني مش معقول توصل البضاعة اللي الزبون مكسرة. أوكي. فعم تحكي عم إحنا هاي البضاعة بتطلع طيارات تنزل تركات. بصص. But you have to have durable packaging which is a very important issue. في ناس بيعطونا شحنات e-commerce. This is where we advise them. يعني عمي packaging is extremely important. بدها تكون durable boxes. إذا تدخل أنت تخيل أن توصل هاي الشحنة عندي عمان مخبطة شو بدي أحكي عن أمازون؟ Okay. Customization. I have another three more minutes. تحمل شوي. Customization. This is becoming very popular with e-commerce. سامعين بي Nike ID. Nike ID. هلا اليوم you can go into Nike.com. وفيك تفصل الشوز اللي بدك إياه مثلاً. تيجي تقول أنا بدي الكعب هذا بدل يكون أحمر. بدي اياه اصفر بدل السويش يكون اسود بدي اياه مثلا ازرق. You can go and customize and you can put your name. فيك تكتب اسمك هون your initials. This is customized logistics. تخيل قديش complicated راح تصير supply chain when you start customizing this, these things. Dell لما تدخل على Dell.com تشتري كمبيوتر هذا اللابتوب ما بقول لك والله عندنا الخمسة سيريز اشتري هاي هي لا بقول لك شو بدك اياه شو لون الكفر شو الدايمنشنز شو الرام شو كل هالتكنيكال تيرمز اللي ما بفهم فيها بس اي اتس كاستمايزد سو ذس از جوينت تو بيكم ذا فيوتشر از بيو از كاستمايزيشن اند باينج اكزاكتلي وات يو وونت اند هاو يو وونت ات تو لوك سو وات داز ذس مين تو اس اي هاف تو كونكلوجنز هير وان كونكلوجن از ا كاستمر وونتس ا بيرفكت اوردر اي واحد زي هالويب سايت اللي طلعنا فيه نحن هون is someone wants a perfect order. What is a perfect order? Nearly immediate delivery. تستغرب في ناس بدخل على الانترنت بشتري من Amazon.com بعد بساعة بدي يعرف شو صار بشحنته. يا أخي ما هلا طلبته عرفت كيف؟ بس خلاص عنده بدي يعرف كل مرحلة وين صارت وبصير يحكي ليش كذا. بس this is their right. دافع حقها بدي يعرف إن تسلم on time. Number two, complete order flexibility. Complete order flexibility. يمكن يجي زبون يقول لك أنا ما بدي إياك تحط لي فاتورة بالشحنة. او بدك تحط لي جيفت كارد اوكي او بدك تحط لي ريبن عليها هي هديه فكل هالفلكسبيليتي لازم تكون موجوده عندك ability track orders طبعا you have to track orders ما فيك انت تعمل اوردر ويستنى 6 ايام لتوصل الاوردر مش عارف شو عم يصير فيها this is a customer service nightmare powerful flexible return policies حكينا فيها great customer service finally back and forth fulfillment is very complex But it's very much doable. It's beautiful. E-commerce business and the logistics تبعها is amazing. في شغلات بتصير and there's a lot of creativity with huge opportunities. وهي عطيت أمثلة هون. سوق ماركة في اي بي سوق جملون كل هاي by the way we're also proud here. كل هاي شركات by the way startups in الأردن. These are probably now the top three websites بالعالم العربي. Okay. So if these guys were able to do it, I think anyone in this room is able to do it. Thank you.